الدينية في مواجهة الدولة الدينية وهذا التعبير الخاطئ تماما. وإذا شلنا الدقة وكنا صادقين مع أنفسنا، أنا أظن الدكتور مراد وهو كان صادق مع نفسه وقال إن الدولة العلمانية في مواجهة الدولة الإسلامية، وهذه مقدرة خاطئة بالفعل. أنا أظن ربما يكون الأكثر توافقا بين كل جموع الشعب هي الدولة الديمقراطية وليست الدولة المدنية. الدولة الديمقراطية أنا أظن هي تقتضي حكم الشعب، وإن الشعب هو مصدر السلطة. يعني أنا مع الدولة الإسلامية بمفهوم الحضاري، وأظن أن الدولة الديمقراطية بمفهوم الحضاري بمعنى أن حضارة مصر شارك في بنائها كل أبناء الأمة من الأقباط المسلمين أو المسيحيين على السواء. أنا أظن أن الديمقراطية الدولة الديمقراطية تحقق هذا بشكل كبير. النقطة الثانية يرتبط بهذا بما هو مكتوب تجريم استغلال الدين في العمل السياسي. يعني هذه الكلمات أيضا منطقة وتعدنا إلى محاكم التفتيش. يعني التيار الإسلامي له رؤية إسلامية أو مرجعية إسلامية، فهل ده بيستغل الدين؟ أنا حقيقة مش شايف هذا. يعني إذا كنت منتمي للتيار الإسلامي أنا لا أجرم من يقول أنني لي مرجعية ماركسية أو أنا لي مرجعية ليبرالية، هذه خياراته والشعب هو الحكم في هذا. لكن نحن نقول لا للتوظيف الدين. أيضا أنت ممكن بتقول إن أنا بدغدغ مشاعر الفقراء وأقول إن كلهم ياكلوا زي بعض في مصيبة العدوى ودور الطبقات وغيره. أنا أظن إن ده ما يبقاش كلام ونحتاج إلى دقة في المصطلح حتى لا يوظف هذا لتجريم طيار بعينه أو أشخاص بعينه. أنا مثلا النقطة الأولى مع حضرتك أنا وافق على الكلام اللي تفضل بيه أستاذنا الدكتور نور الدين فرحات بخصوص المرجعية والاحتكام والمساواة، لكن ربما أتحفظ على الإشارة إلى العهد الدولي أو الإعلان على حقوق الإنسان، لأن ربما الخصوصية الحضارية عندنا تختلف في عام هناك، وبالتالي خلينا المرجعية بتاعتنا هي للشعب وخصوصيتنا الحضارية، لأن ربما هم هناك بيجيزوا أشياء لا نوجدها عندنا، ليس كل ما في العهد الدولي أو إعلان حقوق الإسلام الإنسان ربما في بعض النقاط الخاصة مثلا بمسائل التوريث والمسيحية وبعض الحاجات دي تخالف نحن مع المساواة، نحن مع المساواة في كل أبناء الكون. النقطة الثالثة هي النظام الرئاسي والنظام الفرعي. نتيجة لسنوات القهر والاستغلال والاستبداد أنا أظن إن إحنا عندنا مرض اسمه الرئاسي فوري. يعني فعلا عندنا عقدة من النظام الرئاسي الذي كنا نعيش فيه لم يكن نظاما رئاسيا، كان نظاما استبداديا قمعيا، وبالتالي لا يمكن ان احنا نطلق، والا كانت امريكا تبقى نظام استبدادي قمعي، يعني نظام رئاسي. على اي حال اللي احنا شفناه ان كان الدستور يعطي كل الصلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزارة ورئيس المجلس الأعلى كله في يد شخص واحد. أنا أظن لو حددت السلطة زي ما قلت الشيخ حددت السلطة رئيس الدولة أنا أظن ما فيش هيبقى مشكلة، وعلشان نتيجة إحداث التوازن يبقى عندنا النظام الرئاسي البرلماني الذي يعطي صلاحيات محددة لرئيس الحكومة وصلاحيات محددة لرئيس الدولة. أنا أظن الشعب بشكل اخر. المشكله ان النظام البرلماني لا يحدث استقرار. امريكا بشرت بالنظام الديمقراطي وان العراق تكون واحده ديمقراطيه. ده بالعراق بقالها سنتين، هل عندها حكومه مستقره؟ الكيان الصهيوني عن نظام برلماني. الاحزاب الاقليه تستبد بالاحزاب الكبيره. وصل في وقت من الاوقات ان بريز يحكم ست اشهر وشارون ولا غيره يحكم ست اشهر. ولحد ما تخلصوا من هذا قالوا نعمل انتخابات رئيس الحكومه لوحدها ونعمل انتخابات الجنس لوحده علشان لما يسقط الحكومه لا يسقط رئيس ويستمر رئيس الحكومه. اذا هذا النظام في ظل التحديات التي نواجهها كنظام، لان حقيقه كتير ببصره النظام البرلماني او الجمهوريه البرلمانيه حقيقه لا يحدث استقرارا في ظل التحديات التي نواجهها.
وقتها مع الحرس السلطاني الامريكي الاسد العطاء انا باكد على كلام الدكتور العجمي ان احنا لابد ان يكون عندنا اقتصاد محدد الملامح في 2007 مبارك شوه الدستور تماما واصبح نظام الاقتصاد بتاعنا هش سلاح مدافع زي ما بيقولوا سلاح مبادئ ده مش واضح معايا ربما يكون النظام الافضل هو الاقتصاد المفترض الذي يؤمن بالقطاع الخاص والقطاع العام انما بناحية التنميه واظن ان في قطاع عام وبعض القطاعات الاستراتيجيه يجب ان يكون للدوله دور فيها والا تتخلى هذه الدوله عن هذه القطاعات الاستراتيجيه في ظل العولمه التي نعيشها واللي بتحاول ان تخلص دور الدوله الوطنيه وبالتالي انا اظن النقطه فيها في هذه النقطه تحديدا ايضا شان المجتمع الوفاء والعدل من 30 مادة تقريبا في السوق انا اظن يجب النص تحديدا على مجتمع الوفاية والعدل الذي يضمن حق المأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم وايضا حق العمل الاسد انا اطلب شكرا للسلام عليكم. شكرا بس عايز اقول ان طلبتي 25 دقيقة وعندي 18 كلمة هقولها عصام سبت المسألة على الغارب في الأول بالظبط اه يعني دلوقتي تقول لحد الوقت كان من الأول زمن حول الشعب الشعب يريد أنا طالب كلمة يا أستاذ عصام استعرضنا شبكة عامة كافة مبادئ عامة التي ينبغي أن تكون وأن تحكم مواد لكن انا عرض على سمعت اليه واقدم اقتراح في الدراسه. اما الرد فهو ما يتعلق بتعقيب الدكتور مجدي غرغر على ما اثاره الدكتور وانا مع الدكتور مجدي انا بعبر عن كلامك كمان وانا مع ما قاله الدكتور بن فرحات. وفي ما قاله الدكتور بن فرحات لا يوجد اي تعارض بينه وبين ما تخوف منه الدكتور مرجعون. لانه احنا لما بنصدق على الاتفاقيه الدوليه بنتحفظ على بعض المواد التي نرى انها لا تتسق مع خصوصيه بلدنا. وبالتالي انا مع النص اللي بيقول ان الدوله تلتزم مش بالاعلان عن الانسان وانما بكافه المواثيق الدوليه المتعلقه ودي يبقى وبالمناسبه يعني هذه صياغه دستوريه لا تضيف بديلا لانه في القانون الدولي وفي تسلسل مراتب القانون الاتفاقيه الدوليه لها افضليه في التطبيق على القانون الوضعي وده اللي احنا لو تذكرون استخدمناه في قضيه اضراب عمال السكنيين. النقطه الثانيه اللي انا عاوز اطرحها احنا بنقول ونحن بنناقش هذه المناقشه علشان خاطر نتلافى في صياغه الدستور ما افتقدناه في دساتير سابقه او ما افتقد علينا به الدساتير التي حكمنا بها. انا يعني اذا احنا بنشكي مواجعنا وبنقول كيف يمكن ان نجد لها مخرج دستوري. انا عندي واجعه اساسيه. انا في ثواني كثيره. احنا في كامب ديفيد احنا في اتفاقيه كامب ديفيد التي كبلنا بها لا سمح الله فيها ماده بتقول انه اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقيه او التزامات هذه الاتفاقيه مع اي التزامات لاحد طرفي الاتفاقيه مع طرف ثالث تكون الاولويه لتطبيق احكام هذه الاتفاقيه. معنى هذا النص انه انتماء مصر العربيه وعضوية مصر في جامعة الدول العربية وما يسمى بالاتفاقية الدفاع العربي كل ده أصبح مشطوب بعد توقيع هذه الاتفاقية المشهورة. أنا صعب الآن إن احنا نقول إنه بنطالب الحكومة الآن بإلغاء كامب ديفيد ستلغى إن شاء الله في يوم من الأيام لكن صعب هذه المطالبة الآن أو صعب فرضها على أرض الواقع. أنا عاوز في الدستور ينص على هوية مصر والانتماء العربي وأن يتضمن النص ما
الدكتور سيد هريم هويل. شكرا. استاذ عماد امام.